أتغنى باسمك أتغنى، ورضاك إلهي أتمنى. فاغفر لذنوبي وارحمني، واجعلني من أهل الجنة، واجعلني من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأكارم، نحن في الحلقة الثانية من موائد السلف الصالح، وسوف نقوم بزيارة أحد أعلام السلف الصالح، وهو أبو العالية رفيع ابن مهران، وهو علم من أعلام المسلمين ورائعة من روائع القراء والمحدثين. كان من أعلم التابعين بكتاب الله، وأدراهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقدرهم على فهم القرآن العزيز والنفوذ إلى أغواره، وأعمقهم في إدراك مراميه وأسراره. ولقد ولد في بلاد فارس، وتردد على المدينة المنورة، ولقي الصديق رضي الله عنه، وسعد بالاجتماع بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقرأ عليه القرآن، وصلى خلفه، وكما أكب على كتاب الله تعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسمع روايات الصحابة والتابعين الذين كان يلقاهم في البصرة وفي المدينة. فأخذ عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين. توفي سنة 93 للهجرة. قد ذقت في شرع الهوى ألم النوى، وطويت ذكر الظاعنين فمن طوى. عللت نفسي بالرجاء عشية، فإذا الصباح بنار يأسي قد كوى. يئس الفؤاد من الحياة وبؤسها، يئس الفؤاد، يئس الفؤاد من الحياة وبؤسها. فسعيت نحو المصطفى أبغي الدواء، فإذا الرسول، فإذا الرسول طبيب كل معذب، وبجاهه يحظى الدخيل بما نوى. قرأنا بابه وسلمنا عليه،
وقلنا له: حدثنا عما كنت توصي به طلاب العلم فتملأ عقولهم بالمعرفة النافعة وتغذي أفئدتهم بالموعظة الحسنة. هز رأسه مبتسماً وقال: كنت أقول لهم: تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء. ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا: اعملوا بالطاعة وأقبلوا على المطيعين لطاعتهم، واجتنبوا المعصية وعادوا العصاة لمعصيتهم، ثم كلوا أمر العصاة إلى الله. وإذا سمعتم الرجل يرفع من شأن نفسه فيقول: إنني أحب في الله وأكره في الله وأفضل كذا مرضاة لله وأعرض عن كذا خوفا من الله، فلا تعتدوا به ولا تلتفتوا إلى ما يقول لأنه يرائي. قلنا له: سمعنا أنك كنت ترسم لطلاب العلم الطريق الأمثل لحفظ القرآن الكريم، فما هو؟ قال: كنت أقول لهم: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات 5 آيات. ودعناه وانصرفنا ونحن نتداول الدروس المستفادة من سيرته، وأبرزها 3: أولها التقيد بما اعتنى به السلف الصالح عناية شديدة بالقرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثانيها المحافظة على مجالس العلماء والاستفادة من علومهم ووصاياهم. ثالثها الابتعاد عن مدح الذات ورفع شأن النفس والإعجاب بها. ختاما دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتغنى باسمك أتغنى، ورضاك إلهي أتمنى، فاغفر لذنوبي وارحمني، واجعلني من أهل الجنة، واجعلني من أهل الجنة.